السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سوف أقوم بشرح مود جديد. هذا المود هو غير مجاني طبعا. اسم المود هو معروف جدا. اسم المود هو سام جيسس. آخر إصدار له هو 2.5. قمت فقط سأقوم بشرح قائمة المواد الخاصة به كما شرحت من قبل. المود ميني الخاص بالالتياس. الآن سوف أقوم بشرح هذا المود. لمن يريد شراء المود أو شيء من هذا القبيل فليس مشكل عندي. يمكنني أن أضع فيديو آخر طريقة شراء المود وطريقة تمريره. نبدأ على بركة الله. لإظهار قائمة المود الخاصة بالمود سام جيسس نضغط على زر R3 والزر الاتجاه الأيسر. تمام، هذه هي قائمة المود الخاص بالسام جيسس. أوكي، كما تلاحظون في القائمة توجد خاصية بلاير أوبسيون وخاصية الفيكر أوبسيون ويبن أوبسيون نيتورك أوبسيون أوبسيون تعتذر مود شونجي تيليبورتي أوبسيون ميسك أوبجيكت أنيميشن بيد أوبشن وورد اوبشن سبيد ماتر اوبشن والخاصيه السيتنج خاصه بقائمه المود. الان نبدا بالخاصيه الاولى هي البلاير اوبشن. كما قلت في المود السابق خاصيه البلاير تعني التطبيقات التي تقوم بها في المود هي على شخصيتك انت. تمام، على الشخص الذي تلعب به انت. تمام، نذهب الى خاصيه البلاير اوبشن. ما الذي نجد فيها؟ نجد فيها الخيار الاول هنا يسمى انفين انفينسيبيليتي التي تعني هي الجود مود. اوكي، الجود مود شرحتها في المود السابق هي انك ان فعلتها فلن تعرف الموت سواء بالرصاص او الدهس بالسيارات او شيء من هذا القبيل. الموت لا تعرفه بتاتا. تمام، خاصية السيبر جومب كما تلاحظون القفز هنا عادي، لكن لما افعل السيبر جومب تلاحظون ما هو كيفية القفز. اوكي، هذه هي خاصية السيبر جومب. نأتي إلى خاصية السيبرين. السيبرين هي معروفة على اسمية. كما تلاحظون هذه هي السرعة الطبيعية للاعب. لما أقوم بتفعيل خاصية السيبرين لاحظوا الفرق في السرعة. كما تلاحظون يعني السرعة خيالية. سوبر بينش هذه لا تعمل، لا اعرف ما فائدتها. الانفيزيبيليتي هي معروفه. نيفر وانتد هنا لو اقوم شرحتها من قبل ايضا، لو اقوم بقتل اي شخص سوف تاتي الشرطه. اوكي، كما تلاحظون فوق ظهرت الشرطه. لما اقوم باختيار نيفر وانتد الان كما تلاحظون اختفت الشرطه، يعني تلعب بدون شرطه. تمام، كما تريد لن تظهر الشرطة، حتى ولو إن ظهرت لن تفعل لك شيء. تمام، هذا فيما يخص النيفر وانتد. هذه الخاصية الفيزيو كما تلاحظون. ناو راك دول لا أعلم ما هي. ساني كرين هي خاصية بالجري. تمام، الآن كوليزيون لا أعلم ما هي. شرينك كما تلاحظون كيف أصبحت شخصيتي. فلي أوتو كما تلاحظون هنا، هذه هي خاصية الفلي أوتو. تمام، سأقوم بتعطيلها. ذا ماستر لا أعلم ما هي. هذه أيضا لا أعلم ما هي. هذه الخاصية بالشخصية كما تلاحظون أقوم بتكبيرها وتصغيرها أيضا بالمقلوب. سأجعلها طبيعية. هذه هي طبيعية.
فيكل اوبسيون، ناتي الان الى عندنا من خاصيه بلاير اوبسيون، ان ناتي خاصيه الفيكل اوبسيون، طبعا هي خاصيه خاصه بالسيارات. الفيكل سباون سباونر اوبسيون، اي توجد فيها فيكل سباون، اي هي خاصه بالسيارات سيبر، يمكنك جلب اي سياره تريدها كما تلاحظون، اي سياره. وهذه كل الانواع، سبور، كل شيء، طائرات، ميليتر هنا كما تلاحظون، الذي تريد كما تريد كما تريد، كل السيارات حتى الطائرات والهليكوبتر. لنا خاصية بالدراجات النارية، أوكي، وهنا خاصة بالدراجات الهوائية، وهنا خاصة بوات مطار بابور. هذا فيما يخص الفيكل اوبسيون. سوف اقوم بجلب مثلا، اين هي التيفا؟ ساقوم بجلب التيفا او جب سانتيرو، افضل سانتيرو لاقوم بالتعديل عليها. تمام، اوكي، انفيزيو سوابر، هذه بريبر، وهذه خاصية بال موديفيكيشن سام جاسس ناو بلات ناو، هنا سيكونداري لا يعمل. الآن نذهب إلى خاصية المود شوب. المود شوب هنا تجد كما نقول مرآب أو جاراج الخاص باللوسانتوس، تمام، هو نفسه لوسانتوس. هنا الخاصية باللون السيارة كما تريد، هنا كاستم كما تريد، هنا سيكونداري أي اللون الثانوي، هذه سموك، هنا بريميري كولير، سيكونداري كولير، هنا الإضاءة، هنا أول كولر الخاص بالعجلات، ويندو نو، اوكي. هذا فيما يخص ريسباري. الوال هنا خاصة بالعجلات كما تريد، اي يعني لو سانتوس. هذا فيما يخص هنا ارمورد كما يعني، تمام، هو نفسه لو سانتوس، تمام، هو التعديل خاصية بالسيارة كما تريد، كما تلاحظون هذا هو الهود. كما هذه هي خاصية لو سانتوس، هذا الاكس ان نيو الموجود تحت السيارة، هنا لا يظهر، اين هو؟ الان ملتي بلاير اوبسيو، هنا موجود هذه الخاصية، وسوف اقوم فقط بتجريبها كما تلاحظون. تتحكم في علو السيارة، في حجم العجلات، تمام. هذا فيما يخص الملتي بلاير اوبسيون او ملتي بلاير اوبسيون. الان ناتي الى فاني فيكي، سوف ناتي بسيارة اخرى، فيكي سباون، سوف ناتي بتيفا، اوكي، هذه تيفا. أين توقفنا؟ توقفنا عند الفاني فيكيل. الفاني فيكيل هنا توجد تعديلات على السيارة، تعديلات خرافية، أوكي، يعني كيف خرافية؟ لو نختار الخيار هذا 420، لاحظوا ماذا حدث، يعني تعديلات على السيارة خرافية، أوكي. نطلب سيارة أخرى، نجرب أي شيء آخر، هنا هي فيكيل، نجي تيفا كالعادة، تيفا، نذهب إلى فاني فيكيل، نختار دي جي، نختار دي جي تريفور كما تلاحظون، هذا هو دي جي تريفور.
هذا فيما يخص فاني فيكل توجد فيها عدة تعديلات يمكنك تجريبها كما يحلو لك. لا أجربها لكي لا أطيلها في الفيديو كلها. فيكل اوبسيو الان ريباري فيكل، هذا ان قمت بخشقة السيارة او عطب السيارة او شيء من هذا القبيل، لما تضغط على ريباري فيكل تعود كما انك لم تقم باي شيء، تعود جديدة. ديلات فيكل حذف السيارة انفيزيبيليتي، هنا الجود مود الخاص بالسيارة، الجود مود الخاص بالسيارة، رأينا الجود مود الخاص بك أنت، وهو أيضا يوجد الجود مود الخاص بالسيارة، هذا الخاص أيضا السرعة كما تلاحظون. الانفيزيبيليتي أيضا معروفة. نو كونتاكت هذه موجودة في سباق السيارات الخاص بالبي اس 4 جي تي في، خاصة بالبي اس 4 كما تلاحظون، يظهر الشخصية داخل السيارة كأنها شفافة، وأيضا لما تفوت على الشخص لن يحدث له شيء. هذه موجودة في سباقات السيارات الخاصة بالجي تي الخاصة بالبي اس كات كما تلاحظون، السيارة شفافة. توغل دو أي فتح الأبواب. أوتو ريباري لم لا أو قمت بتفعيل هذه الخاصية أيضا. كما ذكرت هي نفسي وهي خاصية الريباري، لو تقوم بالدهس هنا تقوم أوتوماتيك أي آليا بريباري، أي تصليح السيارة آليا. تمام، هذا فيما يخص الأوتو ريباري. أوتو فليب أوكي. أين هي فيكو فيكول أوبسيون. درايفر أون واتر، أي سياقة فوق الماء. درايفر أون إير، يعني في الجو. يعني كما تلاحظون تسوق في الجو. فريز بوزيسيون، أي السيارة لا تتحرك طبعا، تقف في مكان واحد. هذه فريز بوزيسيون، أي لا يمكنني التحرك بالسيارة. لوك دور، أي يعني غلق أبواب السيارة، إن كان شخص معك تغلق عليه، يمكنك غلق عليه أبواب السيارة، لا يمكنه النزول. هذه لا أعلمها. حقيقة هذه خاصية بالمشي فوق تحت الأرض. أوكي، هذه خاصية النو كوليزيوم. جرافيتي أيضا، هي السيارة لا تتحرك. كراش لوكال، سأقوم بالتليبورتي إلى الإيربور. هناك اليد، هنا يد التحكم، أي الروبو يقوم بالفيبرور. أين هي فيكيل، أين هي سأقوم بتعطيلها. السيارة، سأقوم بجلب سيارة أخرى، نجيب سانديرو. اوكي، هذا فيما يخص سانديرو. كما قلت اين توقفنا. الانفيزيبل هذه، لا اين ليس هنا، هنا 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 كنا هنا. اوكي،
رأينا الخاصية هذه، ماك في كيوترو لا أعلمها، وماكس أوبجريد، أي تقوم لو قمت باختيارها يعني تقوم بإعطاء آخر تعديل للسيارة، أي أعلى ما يمكن تعديل على السيارة. لو قمت كما تلاحظون هذا هو كل آخر شيء في السيارة قمت بالتعديل عليه، لا يوجد أي شيء تقوم بالتعديل على السيارة. السيارة الآن بكل قواها بكل تعديلاتها. هذه لا أعلمها ما هي، ريمبو كولر الخاص، هذا تقوم بتغيير اللون أوتوماتيكيا كما تلاحظون، اللون يتغير أوتوماتيكيا. هذه لا أعلم، هي فوق الأرض هنا خاصية تقوم بالتعطيل. هذه خاصية الفيكي جومب، أي قفز بالسيارة تقفز. أين هي سأقوم ب أين النيفر وانتد، نيفر وانتد، أوكي يذهب. فيكيل أين أنت، أطوري باريلا، أي هذه اللفت يعني السيارة تقوم بالتحرك بالجانبين أيمن والأيسر كما تلاحظون. أين هو، يمكنك أيضا التعديل اختيار بريس إكس هنا، القفز هنا، قفز بالإكس بزر إكس، أي فيكل تقفز، السيارة تقفز، أعتذر. أين أنت فيكيل اوبسيون، اين انت، اوكي اين انت، اين نيترو، هذه لا اعلم. فيكيل ويبن، هنا تقوم بالسيارة تقوم باطلاق روكات قنابل كما تلاحظون، ويمكنك اختيار شيء لغير الروكات. اين هي، هنا يمكنك اختيار فري وورك كما تلاحظون، يمكنك اختيار أي شيء تجده، فقط تقوم بالتحريك من الأيمن إلى الأيسر، لا ليس هنا، ليس في الموجب. يمكنك اختيار كما تريد كما تلاحظون، ولتعطيلها تقوم بالضغط على الزر إكس. نذهب إلى خاصية الويبن، أنا أذهب إلى خاصية الويبن. الويبن ماذا؟ هنا جيف ويبن، إذا اخترت الجيف ويبن يعطيني كل شيء الخاص بالسلاح، يعطيني هنا الأسلحة كلها، تمام؟ ويبن، جيف ويبن، كما تلاحظون أعطاني كرة الثلج، كرة البيسبول، يعطي كل الأسلحة، كل ويبن الموجودة، أي الأسلحة موجودة في اللعبة. ريموف ويبن، أي أقوم بحذف الهرم، الويبن كلها، الأسلحة كلها. تريك، هذه الخاصية ب ما نقولوا إضافات شخصية علي. أين هي، سأقوم بالتعديل عليها، سأقوم بنزع السلاح، أوكي ويبن، جين دقيقة، لا تيليبورت،
سلاح لأني اخترت جيف ويبن. سأقوم برموف ويبن ثم ويبن جيف ويبن. أوكي لا تقمل. أوكي لا المشكلة عندي UR3 جرين. كما تلاحظون لو أقوم بطلق سوف تأتي صواريخ من السماء أو قنابل كما تلاحظون. هذه كما تلاحظون ما الذي تفعله. كار باجاج جين كما تلاحظون هذه موجودة في الويبان. هذه لا أعلم إيه هذه هي خاصية الأي ديلة جين. تقوم بحذف الإضافات. فلامين بولت كما تلاحظون هذه هي فلامين بولت. كراتيف لا يمكنك إطلاق النار. ماناجيت لا. ريمبو كولر كما تلاحظون السلاح يقوم بتغيير اللون آليا. انفينيتي امو كما تلاحظون هنا السلاح توجد فيه عدد الطلقات محددة. لو اقوم باختيار اين هي انفينيتي امو كما تلاحظ دقيقة اين هي ليس انفينيتي امو. انفينيتي امو عند الطلقات لا يمكن لا تنتهي يعني المخزن الذخيرة لا ينتهي. تمام هذه هي انفينيتي امو ويبن ويبن اوبسن انفينيتي امو. هذه لا اعلم ما هي كما تلاحظون هذه هي رابيد فير. تمام تيليبورتي اي اينما تطلق الطلقة او الرصاص تقوم بالانتقال اليه. هنا اكسبلوزيف بولت توجد فيها عدة خصائص كما تلاحظون. هنا تقوم بالتغيير كما تريد. توجد عدة اشياء فلام لا اعلم لا تعمل. ار بي جي كما تلاحظون انا عندي سلاح كلاشينكوف لكن اطلق طلقات الار بي جي. يمكنك اختيار عدة هنا عد قنابل او فلات او جرونات. تمام هذه لا اعلم ما هي. ربما يكون مادة طلقة. هذا فيما يخص الويبن اوبسيون. نأتي الآن إلى خاصية النيتورك اوبسيون. خاصية النيتورك اوبسيون هي الخاصية باللاعبين الذين معك في الغرفة. أوكي الذين يلعبون معك الآن في الغرفة. هذا هم اللاعبين الذين معي في الغرفة. نذهب إلى نيتورك اوبسيون. نيتورك اوبسيون توجد فيها عدة خصائص. تمام نذهب إلى النيتورك بلاير. نتورك بلاير هذا هم كما قلت هذه هما الأشخاص الذين الآن معي في الغرفة. أوكي الآن نتورك بلاير يمكنك توجد خصائص تطبقها على جميع في من معك في الغرفة. وهنا نتورك بلاير يمكنك تطبيق على أي شخص معك في الغرفة. تمام هنا النيم إديتور يمكنك تغيير التسمية الخاصة بك الاسم الخاص بك او الجراو تاك او اشي من هذا القبيل. ستات اوبسيون هنا يمكنك اضافة المستوى الرانك او اضافة المال او عدد كيل عدد كم قتلت عدد ديث كم ميت كلير رابور. هذه موجودة في خاصية اللوبي. ساند جيم ان في تي لا اعلم بالضبط. نذهب الى نتورك بلاير. ساقوم بجلب اي شخص امامي لنرى اي شخص يكون قريب. ليس قريب يكون عنده مستوى. كما قلت نذهب الى خاصية النيتورك اوبسون. اعتذر توقفنا هنا. نذهب مثلا سوف اختار شخص يكون عنده
رانك قليل. من سأختار إكس توماس. أوكي، نذهب إلى نتورك أوبشن. نذهب إلى نتورك بلاي مثلا، سأقوم بجلب هذا اللاعب. أوكي، نذهب إليه. تظهر لنا هذه الخيارات. تمام، الخيار الأول لما نضغط عليه تظهر لنا عدة خيارات. هذه الخيارات هي خيارات ما نقوله غير جيدة للاعب. تمام، يعني خيارات غير جيدة للاعب، مثل الانيميشن تقوم بتحكم فيه بالرقص او شيء من هذا القبيل، تجد عدة اوامر. هذا فيما يخص كما تلاحظون دونسين انيميشن، ميسك انيميشن، تجد عدة انيميشن. يعني كل هذه الاوامر التي ترونها يعني تقوم بها على هذا اللاعب، يعني اوامر غير جيدة. تمام، هذا فيما يخص الخيار الأول. في كي الأوبسيون يمكنك إعطائه السيارة، يمكنك أيضا جعل سيارته أقصى حد إلى السيارة التي تعطيها له، لا يمكنها استعمالها كسيارة شخصية، يعني لا يمكنه إدخالها إلى المرآب الخاص به، الجاراج الخاص به. توجد أيضا عدة أوامر يمكنك تجربها على أي شخص أو صديقك. تيليبورتي أوبسون، هنا لو أقوم باختيار هذا الاختيار سأقوم بالانتقال إلى أنا أقوم بالانتقال إلى هذا الشخص أين هو، وإن كان في السيارة أيضا أنتقل إليه إلى السيارة. وهذه الخاصية البلاير تو سلاف أقوم بجلبه لدي. سوف أختار هذه أيضا هذه الخيار أيضا، بلاير تو سلاف فوت، سأقوم بجلبه عندي. كما تلاحظون هذا هو اللاعب. تمام، نذهب إلى خاصية النايس أوبسيون، أي هذه الخصائص هي خصائص جيدة للاعب. ماذا فيها؟ فيها الجيف ويبان، أي أعطيه كل الأسلحة. تمام، ريموف ويبان، يمكنني حذف له كل الأسلحة. موني أوبسيون، هنا يمكنني إعطائه المال. تمام، كما تلاحظون أعطيه المال. أوكي، هذه الخاصية الموجودة في المود ميني هذا فقط، الخاصية الرونك اوبسيون. هذه الخاصية لنلاحظ ما هو المستوى الذي عنده. اكس توماس عنده المستوى 34. تمام، نذهب الى نتورك اوبسيون ثم نتورك بلاير، اذهب الى الاكس توماس. كما تلاحظون هنا يظهر لي على اليسار الخيار ما قبل الأخير، رانك 34. تمام، نذهب إلى نايس أوبسيون، نايس أوبسيون، ثم نذهب إلى الروك أوبسيون. نذهب إلى الإنبوت رانك، سوف أكتب 8000، يعني أعطيه رانك لكن ليس 8000. تمام، أضغط على زر أستار. تمام، ثم أضغط على الخيار الثاني. كما تلاحظون ماذا أصبح الرانك عنده؟ أصبح الرانك عنده 348. تمام، كمان سوف نلاحظ هنا اكس توماس اصبح 348. تمام، يعني يمكنك اعطاء الرونك للاصدقاء، للاشخاص الذين يلعبون معك في الغرفة. تمام، هذه الخاصية موجودة في هذا المود فقط، هي خاصية موجودة في التحديث الاخير 2.5. يمكنك ايضا، سوف اقوم فقط على اللاعب هذا ثم اقوم بتجربته على بقيه اللاعبين. كما قلت هذه نايس اوبشن، الرونك اوبشن تحدثنا عنها. الجيف باك اب تعطيه بعض ال كما نقول صدرية التي تحمي من الرصاص وشيء من هذا القبيل. دروب بيك اب تعطيه هنا السلاح، كما تلاحظون تعطيه السلاح. تمام، كوبي اوتيف تقوم، انا اقوم بنسخ الشخصية كما هو، لو اختارها كما تلاحظون هي شخصيتي، كلار لا استعملها. انفيتي تو اب ماي ابارتومون، هنا اعطيه اي ابعث له رسالة بالذهاب الى منزلي. انفيتيز ليفت ذا ابارتومو، هو يقوم بارسال الي رساله للذهاب الى منزله.
بولا دعنا من هذه أوامر غير جيدة. نيفر ويرتنت أيضا هذه كما قلت شرحتها من قبل، هي اللاعب بدون شرطة. دوميمي غوديموت هذه لا أظنها تعمل. هذا فيما يخص الناس نيس اوبشن. اتاتاشمو ايضا هذه خصائص غير جيده، لذا لا استعملها عليه. جوان جراو اي الدخول الى الجراو الخاص بي. هذا فيما يخص النيتورك بلاير على شخص واحد. تمام، نذهب الى الار نيتورك بلاير. ايضا توجد فيها ثلاث اوامر. نذهب الى الامر الاول ترولين اوبشن، ايضا توجد فيها خصائص غير جيدة وفيها خصائص جيدة. نذهب الى الخصائص الجيدة، لا اذهب الى الخصائص الغير جيدة. موني اوبشن، موني اوبشن هي تقوم ايضا باعطاء المال للاشخاص، طبعا يكونون قرب منك. يمكنك اعطاء الرونك ايضا لكل الاشخاص. لنجرب، اوكي تمام. ركزوا معي في الرانك الموجود لدى الأشخاص. تمام، يوجد شخص لديه ما قبل الأخير لديه مستوى 9، وشخص لديه مستوى 8 و4. أوكي، سأقوم بالتجريب. ليس موديل نيتورك بلاير. نذهب إلى الآل نيتورك، ثم نذهب إلى ترولين، ثم نذهب إلى الرونك أوبشن، ثم نذهب إلى الإنبوت رونك. سأضع 8000، ليس شرط 8000، ثم نختار هذا الخيار. لنعود، ما هو الرنك الذي أصبح عنده؟ كما تلاحظون الشخص ما قبل الأخير أصبح لديه الرنك 343، والشخص الآخر أصبح عنده 353. تمام، كل الذين في الغرفة تم إضافة لهم رنك أي المستوى. هذا فيما يخص إضافة الرنك. لكي لا أطيل الفيديو كثيرا لأنه طويل جدا، موديل شونجي هنا. يمكنك تعديل على لباسك، نفس هيد هي الشعر، تورسو، الكتف، ليغا. هنا كما تلاحظون تغيير في اللباس، هذه كل يمكنك تجريبها كما يحلو لك. أو إنبوت موديل راسكين سكين، وهنا يمكنك اختيار مايكل مثلا، فرانكلين، اي شخصية تريدها، او ريسكين اي اعادة الى الشخصية التي كنت عليها. تيليبورتي اوبسون اي الانتقال من مكان الى مكان، سوف نذهب مثلا الى المازبونك. تمام، كما تلاحظون انا الان فوق مازبونك. سأعود إلى الإيربورت. هذا فيما يخص تيليبورتي أوبشن. الميسك أوبشن موجود فيها الماب مود. الماب مود تجد فيها عدة إضافات. نذهب إلى الماس بونك، سوف تلاحظون هذه كما هذه هي التي تمت إضافتها، أو الماس بونك هذه. كما تلاحظون ما الذي تمت إضافته. يمكنك إضافة أي شيء من هنا، يمكنك التجريب فقط كما يحلو لك. تويني بال أيضا هذه لا يمكن لا تقوم بالعبث بها. فان مود أيضا لا يمكنك العبث بها، يمكنك العبث بها لكن تعبث بها وأنت تعرف ما الذي تعبث فيه. تمام، هذا الذي أريده. بروتكسيون هو هنا الحماية من المدارات أو أشخاص عندهم مودات، أو حماية من اللعبة. أيضا هنا توجد خاصية جديدة بان، توجد خاصية الفريز، توجد عدة خصائص. هنا موبيل راديو كما قلت من قبل. تم الخروج، ليست مشكلة. أين كنت؟ هنا كما قلت لا يمكنك تشغيل الموسيقى وأنت خارج السيارة، لكن إن اخترت موبيل راديو يمكنك تشغيل أي الراديو وأنت خارج السيارة. تمام، هذا فيما يخص الميسك.
كلار اريال يمكنك لعبة بها، ديسبلاي اون انفو يعطيك معلومات عنك، شوشات هنا يمكنك رؤية من الذي يتكلم بالمايك. الآن لا أعرف ما الذي هي، هذا فيما يخص الميسك أوبسيو. الأوبجكت أوبسيو توجد فيها عدة خصائص. لو نذهب إلى الأيربور أفضل، نذهب إلى الأيربور. النت عندي ضعيفة لهذا تم الخروج، بقيت وحدي. أوكي، أين ميسك أوبسيون؟ أين توقفت؟ لا، أوبجكت أوبسيون، سباون أوبجكت. أوكي، لو نذهب إلى أوبجكت سباون مثلا، أختار كما تلاحظون ما الذي يمكنني إظهاره في السباون. هي معروفة جدا خاصية السباون. وجرب، يمكنك صناعة مدينة أخرى بنفسك عادي، ولا يوجد مشكل. ويمكنك أيضا التحكم في العلو والعرض والطول كما يحلو لك. هذا فيما يخص، كما تلاحظون هنا يمكنك التحكم فيها. هذا فيما يخص الأوبجكت أوبسيون. الأنيميشن أوبسيون هذه الخاصية بمثلا دونزين، كما تلاحظون تقوم حركات، توجد عدة حركات سبور اوبشن، وانت جرب بنفسك. لإيقافها تضغط على ستوب. بيت اوبشن هنا تقوم باختيار سباون باد مثلا، نختار مايكل، ليس هذا حاجة، مثلا مايكل. يمكنك أيضا البيت أنيميشن، يمكنك أيضا التحكم فيه، رقص كما تلاحظون يمكنك أيضا التحكم فيه، أو أيضا إعطاؤه الجود مود، أو إجعاله أو جعله بودي جارد أو أي من هذا القبيل. يمكنك إعطاؤه السلاح، وهنا تقوم بحذفه، حذفهم. هذا فيما يخص الباد اوبشن. الورد اوبشن هذه خاصية بالجو، كما تلاحظون هذه خاصية بالجو. سبيد مود هذه لا اعلم ما به ماذا تفعل. وانا سيتينج الخاصية بقائمة المود، يمكنك تغيير لون الخط او لون قائمة المود. هنا تكبير او تصغير الخط، هنا الميني بوزيسيون اي وضعية القائمة المود، يمكنك التحكم فيها يسار يمين كما تريد، اسفل فوق كما تريد. هذه السونتر اوبسيون الخاصية بالكتابة، تجدها في السونتر اوبسيون لكن لا اختارها. ضحك معي. اوكي، هذه خاصية، فقط خاصية كما قلت، خاصية في خاصية بقائمة المود فقط. كما قلت هذا المود غير مجاني، وإذا أردت شراءه تجد رابطه أسفل الفيديو. وإذا لا تعرف طريقة الشراء أو طريقة التمرير، يمكنني أن أشرح فيديو طريقة الشراء أو طريقة التمرير، ليس عندي مشكل. يعمل على الساكس والدكس طبعا لكلا الجهازين، وأيضا كما قلت هو يعمل مع آخر تحديث للعبة. أين هي؟ لا، فرنت أونلاين، ستات أونلاين، ليس جوب، دقيقة. كريم فيو كي كاش ويبان ادوارد او لوك، لا ليس هنا، ليس في ستات. اين عندي، اين عندي،
افرنت اونلاين هذه هي كما تلاحظون افنت ويت اسفل ان كانت تظهر هنا افنت ويت هي في الاخير جديد اونلاين فيرسيون افنت ويت. تمام هذا كل شيء فيما يخص هذا المود واعتذر عن طول هذا الفيديو لكن لا اريد ان اضع مود فقط واضع موسيقى له لذا قمت بشرحه. دمتم في رعاية الله وحفظه في شرح آخر. تحياتي سلام.